نفايات فضائية في طريقها للأرض. اللي عمله البشر في مدار الأرض من بداية أول رحلة استكشافية للفضاء هيدفعوا تمنه قريب، واللي هيكون عبارة عن أمطار فضائية بتسقط على رؤوس البشر. وكالة ناسا بتحذر من كارثة محتملة، وفي حالة اصطدام النفايات دي هتكون قيامة البشر على الأرض. يا ترى إيه حكاية النفايات دي؟ وهل في طريقة تحمي البشر من خطرها؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في التقرير ده من 5 بالعربي. وسائل إعلام مختلفة عرضت خريطة مرعبة أعدتها شركة متخصصة في مراقبة الأقمار الصناعية، الحجم الكبير من النفايات الفضائية اللي خلفها الإنسان في مدار الأرض، والخبراء حذروا من إن النفايات دي ممكن تتساقط على رؤوس البشر في يوم من الأيام. وصحيفة ديلي ميل البريطانية أعلنت عن خريطة متخصصة في مراقبة الأقمار الصناعية، والخريطة دي أظهرت حجم انتشار المخلفات الفضائية وبتكشف عن الاصطدامات فيما بينها. ونقلت ديلي ميل خبر غير سار للبشرية، وهو إن النفايات الفضائية ممكن تكون مقذوفات موقوتة في السماء، ووارد تسقط على الأرض في يوم من الأيام ويواجه البشر نهايتهم. موضوع الاصطدامات ده حصل بالفعل وتكرر أكتر من مرة، كان آخرها في أغسطس اللي فات لما وقع جسم أسود غريب في جنوب أستراليا، والخبراء قالوا إنه جزء من آلة فضائية. وكالة الفضاء الأوروبية قالت إن في أكتر من 10,000 طن من النفايات الفضائية بتدور حالياً حول الأرض. أما وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فقالت في تقرير ليها إن 30% بس من العمليات الفضائية العالمية بتتبع معايير السلامة والأمان بشكل صارم. وللعلم فالولايات المتحدة هي أكتر دولة اتسببت في وجود مخلفات في مدار الأرض. ووفقاً لناسا في فرصة بتوصل ل10% بخصوص إصابة شخص أو حتى إنهاء حياته نتيجة سقوط الأقمار الاصطناعية القديمة وغيرها من المعدات التالفة على الأرض خلال 10 سنين الجايين. تشارتي ويدن رئيسة المكتب التابع لناسا شددت على أهمية استيعاب وإدارة الحطام المداري الناتج عن عوامل مختلفة، وقالت إنه على الرغم من إن النشاط البشري الفضائي عزز من قدرة العلم على التواصل ومراقبة المناخ، لكنه أدى كمان لحدوث فوضى وازدحام غير مرغوب فيه في المدار القريب من الأرض. وأكدت إن تقرير ناسا جزء من الجهود المستمرة لفهم بيئة الفضاء على نحو يوازي الاستراتيجيات للحلول المستدامة اللي بتتبعها الوكالة. والتقرير اللي كان بعنوان تحليل الكلفة والفوائد الناتجة عن تقليص ومتابعة ومعالجة الحطام الفضائي كشف عن المرحلة التانية اللي بتسعى ناسا للوصول ليها علشان تعالج العقبات المالية والتقنية المتعلقة بالحطام الفضائي. واقترح التقرير عدد من الآليات اللي ممكن يعملها البشر علشان يتخلصوا من الكارثة. علشان كده ناسا أكدت على تلقي صناع القرارات السياسية توضيحات مبكرة عن التكاليف والعوائد لمختلف الآليات المعروضة، بما فيها نقل الحطام الفضائي أو إزالته أو إعادة استخدامه في المسودة الأولى للتقرير اللي صدرت السنة اللي فاتت.